إلى الشعب الليبي الجدير بالحياة والحرية والكرامة في وطن دفع الأجداد والأحفاد ثمنه الغالي خلال 100 عام مرتين. دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح، ومع دقاتها نستعيد الوطن العزيز، نستعيد ليبيا أرض الجهاد والكفاح، لتكسر قيدها وتفك أسرها وتبعث البهجة والفرحة في نفوس أهلها. الله أكبر في الجامع. هذا زعما شارعنا. هاي الدكتيبة بالروسي. بنغازي الجديرة بالحياة والتي قدمت وتقدم كل يوم شهداء يسقطون برصاص غدر الإرهابيين. من قبل 4-5 أيام تمت عملية اغتيال الوكيل في منطقة سيدي خليفة بسيارة مفخخة طالعة من تبعيد القيادة العامة للجيش الليبي تتبع خليفة بن قاسم حفتر، اللي جبناه في 2014 وضربنا فيه في 2018. أن يستريح ويسلم قيادة المعركة لأحد أبنائه من الضباط الشبان. سديت وخالد قاوم هيك يا خليفة، ممكن ما يقدرش يقولوها لك، أنا ما عندي كيف نجيتني نجي نقولها لك. الشهادة من ديني خرب الوطن. كذلك فإننا نحرص على نصر الأمن والأمان في أحياء هذه المدينة. والله يا بركة مدينة تريدي كعمز علي مرابيط وعيالهم مخطوفين عقاب الليل، وولي يا حد يا حيسة هذا عرضكم، هذا عاسكم تحشم على وشوكم، أنا هذا بركم كاسيكا من ذرية تحشم والله عدد بسهم حيرم وكعمز على السبارة، وقول الله غالب علينا، لأنها ستفتح الباب أمام تحرير كافة ربوع الوطن من العابثين باستقراره وأمنه ووحدته. الشرعية اللي تحكوا عليها أنتم لما تبعد محترمة نحترمها ونحطها فوق راس الظهر، لكن التعدى على راس الدولة وتشرع فيها وتخطف وتقتل وبالغصب وبالسيف، هذه مش شرعية عليها، هذه بلطجرة، هذه بلطجرة عليها. نحن تحت عصابة، عصابة يا تقعد معي في الخط والله نزيحك، هذا كلام ما يمشيش، لازم تقولوا كلمة الحق، لازم تقولوا كلمة الحق.